الأصحاح الرابع. فأطلب إليكم أنا السجين في الرب أن تعيشوا عيشة تليق بالدعوة التي دعاكم الله إليها، وأن تكونوا متواضعين ولطفاء وصبورين، فاحتملوا بعضكم بعضا بمحبة، واجتهدوا في المحافظة على وحدة الروح برباط السلام، فأنتم جسد واحد وروح واحد مثلما دعاكم الله إلى رجاء واحد، ولكم رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة، وإله واحد أب للجميع وفوقهم، يعمل فيهم جميعا وهو فيهم جميعا، لكل واحد منا نصيبه من النعمة على مقدار ما وهب له المسيح. فالكتاب يقول: عندما صعد إلى العلاء أخذ أسرى كثيرين وأعطى البشر عطايا. وما المقصود بقوله صعد سوى أنه نزل أولا إلى أعمق أعماق الأرض؟ وهذا الذي نزل هو نفسه الذي صعد إلى ما فوق السماوات كلها ليملأ كل شيء، وهو الذي أعطى بعضهم أن يكونوا رسلا، وبعضهم أنبياء، وبعضهم مبشرين، وبعضهم رعاة ومعلمين، وبذلك يهيئ الإخوة القديسين للخدمة في سبيل بناء جسد المسيح، إلى أن نصل كلنا إلى وحدة الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى الإنسان الكامل، إلى ملء قامة المسيح. فلا نبقى أطفالا تتقاذفهم أمواج المذاهب وتميل بهم كل ريح، فيخدعهم الناس ويقودونهم بالحيلة إلى الضلال، بل نعلن الحق في المحبة، فننمو في كل شيء نحو المسيح الذي هو الرأس، فيه يتماسك الجسد كله ويلتحم بفضل جميع المفاصل التي تقوم بحاجته، حتى إذا قام كل جزء بعمله الخاص به نمى الجسد كله وتكامل بنيانه بالمحبة. فأقول لكم وأشهد في الرب أن لا تسير بعد الآن سيرة الوثنيين الذين يفكرون باطلا وهم في ظلام بصائرهم وجهلهم وقساوة قلوبهم غرباء عن حياة الله، فلما فقدوا كل حس استسلموا إلى الفجور، فانغمسوا في كل فسق ولا يشبعون. أما أنتم فما هكذا تعلمتم ما هو المسيح؟ إذا كنتم سمعتم به وتلقيتم تعليما مطابقا للحقيقة التي في يسوع، فاتركوا سيرتكم الأولى بترك الإنسان القديم الذي أفسدته الشهوات الخادعة، وتجددوا روحا وعقلا، والبسوا الإنسان الجديد الذي خلقه الله على صورته في البر وقداسة الحق. لذلك امتنعوا عن الكذب، وليتكلم كل واحد منكم كلام الصدق مع قريبه، لأننا كلنا أعضاء بعضنا لبعض. وإذا غضبتم لا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غضبكم، لا تعطوا إبليس مكانه. من كان يسرق فليمتنع عن السرقة، بل عليه أن يتعب ويعمل الخير بيديه ليكون قادرا على مساعدة المحتاجين. لا تخرج كلمة شر من أفواهكم، بل كل كلمة صالحة للبنيان عند الحاجة وتفيد السامعين. لا تحزن روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. تخلص من كل حقد ونقمة وغضب وصياح وشتيمة وما إلى ذلك من الشرور، وليكن بعضكم لبعض ملاطفا رحيما غافرا كما غفر الله لكم في المسيح.